القضاء العراقي لن يتنازل عن بسط سلطانه. حذاري من تحول العراق إلى دولة بوليسية. إذا القضاء بخير فالعراق بخير. هذا خصم الحكي فيما يخص التجاذب حول المحكمة الاتحادية حالياً وقراراتها اللي غيرت وجه العملية السياسية. شنو المعطيات؟ وليش القضاء أصدر بيان ينفي عنا التهم؟ تاريخياً أول تهمة توجهت للمحكمة الاتحادية هو تفسيرها للكتلة الأكبر عام 2010 لما قالت إنها الكتلة اللي تتشكل بعد الانتخابات، وبهالشكل أنهت عملياً مفهوم الفوز بأكبر المقاعد، وصار الفائز هو اللي يشكل أكبر تحالف، بمعنى إنه فتاوى المحكمة أثرت بسير العملية السياسية تأثير كبير. هالفترة المحكمة جاي تواجه نفس التهمة بسبب قراراتها، وهناك ثلاثة تفسيرات حاسمة وجهت العملية السياسية لمسار معين. التفسير الأول يتعلق بالمادة 70 الخاصة بنصاب الثلثين، اللي ترى المحكمة أنه شرط لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ودانا لمعضلة الثلث المعطل. القرار الثاني هو الخاص بتحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واللي ضيق عليها جداً خصوصاً بقانون الأمن الغذائي. أما القرار الثالث فهو فتواها بعدم دستورية قانون النفط والغاز بكردستان، وهذا القرار أنتج وضع شديد التعقيد فيما يخص نفط الإقليم ومن يحق له التحكم به. من اللي استفاد من هاي القرارات ومن اللي تضرر؟ اللي استفاد هي قوى الإطار اللي قدرت تعطل انتخاب رئيس الجمهورية، واللي تضرر هم أطراف التحالف الثلاثي وتحديداً الصدريين والبارتي اللي تعرقل مشروعهم بالأغلبية الوطنية وتم التضييق على حكومة الكاظمي القريبة منهم. من هالباب السيد مقتدى الصدر انتقد القضاء ولمح بكونه جاي ماشي قوى الإطار من حيث يعلم أو لا يعلم، ونفس النقد وجه البارتي وربما بشكل أكثر حدة على لسان القيادي هوشيار زيباري اللي المحكمة طلبت حضوره، وهاي كانت إشارة قوية لنفاد صبرها من التشكيك. منتقدي المحكمة أضافوا لنقدهم موضوع غياب استراتيجية شاملة عند المحكمة بمعالجة جميع المشاكل الدستورية. المحكمة مثلاً ما عالجت التوقيتات اللي تم انتهاكها، والعذر هو عدم ورود استفسار. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ هل هناك حدود معينة لهذا الانسداد؟ لو القصة مفتوحة زين. المحكمة شلون ردت؟ ردت بالقول أن الدستور يؤكد على استقلال القضاء، ومجلس القضاء الأعلى يحرص على الحيادية، وهو مو طرف بالخلافات السياسية، بل أن قراراته نتاج حيثيات كل قضية بما لها من أدل. لذلك المجلس دعا جميع القوى السياسية إلى عدم إدخال القضاء بخلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء بالمجتمع. العبارة الأخيرة مهمة وتكشف عن خشية القضاء من تزعزع مكانته بالمجتمع إذا بقت الاتهامات تلاحقة والتشكيك يطالع، وهذا التخوف صحيح وبمحله، لكن بالمقابل شنو المعيار اللي ممكن نعتمده للتمييز بين التشكيك المغرض من جهة
وإبداء وجهات النظر من قبل المتضررين من قرارات القضاء من جهة أخرى. هذا السؤال يطرح الآن نتيجة لكثرة تدخلات القضاء بتفسير المواد الدستورية، ومؤكد هيج حالة تتسبب بتبيان وجهات النظر وتضارب بالمصالح، وبالتالي راح تتوجه سهام التشكيك للقضاء. الخلاصة، نابليون لما رجع من إحدى معاركه اجتمع برجال الدولة، بدأوا يشكون أمامه من المجاعة والفوضى صفاً، وسألهم شلون وضع التعليم؟ شلون القضاء؟ قالوا له بخير، وهنا تنفس وقال إذن فرنسا بخير. هسه احنا نقول إذا القضاء بخير فالعراق بخير. يا جماعة، التسييس يدمر أعظم المؤسسات، فحذاري حذاري منه، وحياكم الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام، أستاذ محسن سعدون قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل، والأستاذ عقيل الأستاذ مازن الزيدي كاتب وصحفي من بغداد، والأستاذ عقيل عباس أكاديمي وباحث في الشأن السياسي من واشنطن. مرحبا بضيوفي الكرام. خليني أسأل أولا أستاذ محسن، إيش قد عندك ثقة بهذا الجو اللي الجو التشكيكي بالقضاء؟ إيش قد عندك ثقة باستقلال القضاء العراقي؟ 20 50 80؟ شكرا على هذا الاتصال، وأرحب بالضيوف والأخوة المشاهدين. أنا أعتقد يعني إحنا في كل الأحوال ننتقد كثيرا مرات بناحية قانونية أو دستورية قرارات المحكمة الاتحادية بالذات، ولكن في نفس الوقت نحن نقول بأنه القضاء مستقل ويجب أن يحترم. فلذلك الآن في هذه الفترة ومن خلال الأشهر اللي مضت، حقيقة نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذات عانينا كثيرا من قرارات المحكمة الاتحادية الحالية. ونحن بالمناسبة حتى يكون نقاشنا دستوري وقانوني، عندما ننتقد أو نبين جوانب الدستورية للقرارات المحكمة الاتحادية يفترض الجانب القضاء يأخذ برحاب الصدر أو يجاوب من خلال ممثل عنهم. احنا حقيقة يعني في الحزب الديمقراطي الكردستاني لم نصوت على تعديلات هذه المحكمة عندما تم التصويت عليها في البرلمان بتاريخ 18/3/2021، والكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبت من الجلسة ولم نصوت. هذا الشيء هذا ما يخليكم في حل، هذا ما يخليكم في حل من الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية. لا، احنا نلتزم بالقرارات عندما تكون دستورية ومبنية على الدستور ومبنية على القانون، احنا نحترم. ولكن عندما نجد بأنه القرارات هي جانب خالفت الدستور فنحن من حقنا بأنه نقول. فلذلك السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية هي منفصلة بموجب الدستور، ولكن الجانب الأعلى بالسلطات الثلاثة هي المجلس النواب، باعتبار مجلس النواب هو منتخب.
أما مجلس السلطة التنفيذية والقضائية هم موظفين يتعينون بالتعيين، فلهذا تكون السلطة التي بيدها السلطة الرقابة وسلطة الدستور وتطبيقات الدستور. المادة 19 يعني، وأنا أعرف بك كنت رئيس اللجنة القانونية، المادة 19 من الدستور تقول القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. القضاء في العراق مستقل أستاذ محسن؟ نعم. أنا أقول لك شيء واحد، احنا عندما تكون قرارات المحكمة الاتحادية قطعية ونجد بأنه هناك هذه القرارات يعني مو فقط احنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني وإنما كثير من المعنيين من القضاة والقانونيين ويقولون بأنه هذا التفسير هو مخالف وهذا القرار خطأ. طيب. فلذلك احنا نقول بأنه ما حصل من قرارات في الفترة الماضية كانت الكثير منها تعتمد على الاجتهاد، اجتهاد أعضاء المحكمة، وهذا لا يجوز بالدستور. بالقانون هناك قاعدة قانونية تنص لا اجتهاد في مورد نص، عندما يكون عندك نص بالدستور لا يجوز أن تجتهد. طيب. فلذلك احنا مثلا قبل لا ندخل بالمثلا أستاذ محسن الاتحادية. بس أنا طولت على ضيوف الآخرين أرجوك، بس خلينا أخذ أستاذ مازن أسئلة. يعني السيد مقتدى في خطابة وفي تغريدة إلى يعني انتقد الإطار بطريقة خلينا نقول يعني طريقة باردة، أنه ساير قوى الإطار التنسيقي. هاي تهمة كبيرة، أنه السيد مقتدى ينظر، هو الرجل كان يشيد بقرارات القضاء، بس انتبه إلى أنه القضاء العراقي بدأ يساير قوى الإطار التنسيقي. صار تحول برأيك لو السيد مقتدى يعني يشيد بالقرارات اللي تنسجم وياه؟ تحياتي لك أبو عمار ولضيوفك ولمشاهديك أينما كانوا. بالتأكيد يعني موقف السيد مقتدى صدر وموقف الديمقراطي يقترب من 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 يعني فلنسميه من الانتقام من السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، باعتبار أنهم متضررين من بعض القرارات. السيد مقتدى عندما شاهد أن قرار المحكمة ما يتعلق بعقد جلسة رئيس الجمهورية تتطلب نصاب الثلثين، هذا أدى إلى إجهاض المشروع، مشروع الأغلبية الذي يدفع به، وبالتالي يعتبر نفسه متضرر. وللأسف هذا الأمر انسحب على موقفه من القضاء ومن المحكمة الاتحادية، وكذلك موقف الديمقراط الكردستاني، هم متضررون من هذه من المحكمة الاتحادية ومن القضاء عندما تم إبعاد مرشحهم سيد هوشيار زيباري، والقرار الذي يعتبر الأقسى من نوعه وهو قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالنفط العراقي من إقليم كردستان وليس النفط نفط إقليم كردستان كما قلت أستاذ عدنان. فبالتالي هؤلاء يعني هذين الطرفين هم الذين اعتبروا القضاء خصما، وإن لم يقولوا ذلك بصريح العبارة. وأيضا من هذا نستنتج أن هذين الطرفين هما اللذان يحاولان تسييس القضاء وزجه في الصراع السياسي. ليس من يتوجه إلى القضاء، ليس من يلتزم بقرارات القضاء حتى لو كانت ليست في صالحه. عندما يتم الحديث عن تواطؤ أو مجاملة بين الاتحادية المحكمة الاتحادية والإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي والقوى الشيعية انصاعت لقرار مجلس القضاء بعدم التدخل بنتائج الانتخابات، واعتبار أن عملها هو مجرد المصادقة، رغم ما قدموه من أدلة وإثباتات عن تلاعب و تزييف وتزوير إرادة الناخب العراقي. يعني شنو هاي المصادفة؟ هكذا القرار كان أقسى من كل القرارات. سؤالي لحضرتك، شنو هاي المصادفة اللي تخلي القضاء العراقي يصدر عدة قرارات لصالح الإطار التنسيقي؟ يعني التضييق على حكومة الكاظمي،
يعني تفسيرها لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بالثلثين. يعني سيد مقتدى عنده يقول لك هاي مسايرة، هاي مسايرة، يعلمون أو لا يعلمون؟ لا هو لا هو بالتالي لا بالتالي أنه هذه أحداث يعني حوادث أفتت بها المحكمة الاتحادية وتوجهت لها أسئلة في هذا الصدد في المراحل السابقة، في يعني الدورات الانتخابية السابقة لم يحدث هذا الموضوع فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وانتخابه، كان تعقد يعني ما كان هذا الخلاف. أنت تعقد الأمور تذكر بشكل جيد سلة. اللي حصل بال2010 بتفسير المحكمة الاتحادية لمن هي الكتلة الأكبر، جردوا أياد علاوي اللي كان فائز في عام 2010 من فوزة ونقلوها إلى داخل مجلس النواب. برأيك كان هذا قرار صائب، تفسير صائب؟ رأيي لا قيمة له أمام المحكمة الاتحادية، بما أن عماد والعمود الفقري للنظام السياسي العراقي وأي نظام ديمقراطي هو القضاء واستقلال القضاء، لا أهمية للانتقادات وآراء الكتل السياسية. أنا استغرب من السيد السعدون عندما يقول نحن نعترض لأن قرارات المحكمة الاتحادية هي اجتهادات، وبالتالي هم القضاة أيضا هم مجتهدون في مقابل النص أو في تفسير النص. لا 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 بالتالي لا لا هي هاي العملية، هو هذا الروتين. لا في هو هذا الروتين، هو هنالك نص غامض يتم قانوني، هو لا اجتهاد في مورد النص. مو أستاذ محسن يعني هاي قاعدة قانونية وفقهية؟ نعم نعم. إذا لا 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 هو لا, لا, لا اجتهاد في هو يقصد هالشكل. لا عندما يكون النص غامضا، لا عندما يكون النص غامضا يتم تفسيره. طيب ما تقوم به المحكمة الاتحادية هو هذا، تقوم بتفسير النصوص الغامضة لكنها لم تخالف الدستور. عندنا هذا يعني يعود الى احنا نجي القصة مازن يواش، يعني احنا نجي الى النصوص الغامضة. كيف تفسر النصوص الغامضة؟ تفسر بطريقة مدحت المحمود لو تفسر بطريقة المحكمة الاتحادية حاليا؟ بس خليني أسأل دكتور عقيل عباس، لديه مقال منشور في جريدة النهار، مقال جميل طلعنا عليه، يصف به هو هاي الكلمة: القضاء العراقي المشهود بنزاهته واستقلاله بأنها مملة وزائدة عن الحاجة. دكتور عقيل يعني وختمت المقال قلت بأنه يبدو أن القضاء بعيد عن هذا الدور، ليش أخذت هيك موقف أستاذ عقيل؟ شكرا لك على هذه الاستضافة وتحية لك ولضيفيك ولجمهورك الكريم. لاحظ عبارة القضاء المشهود له بالنزاهة، هذه ترى كانت تتردد من أحد عبد الكريم قاسم وعبد الرحمن عارف سلام عارف صدام حسين كان يرددها والطبقة السياسية الحالية ترددها. لنتوقف الآن عند يعني القضاء جزء من المجتمع، جزء من مؤسسات الدولة، وهناك إجماع على أننا بإزاء دولة فاسدة، سلطاتها التنفيذية، سلطاتها التشريعية، كل حكومة تمر هناك في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد. المجتمع يقر أن الفساد شائع وكبير ويتغلغل في كل مكان. لماذا الافتراض أنه في القضاء لا فساد لكن في كل مؤسسات الدولة هناك فساد؟ من أين جاء هذا الافتراض؟ يعني الذين يعملون في السلك القضائي هم مو أبناء هذا المجتمع اللي يعملون أيضا في السلك العسكري، في وزارة الصحة، الذين يعملون في البرلمان؟ لماذا الفساد موجود ويقر به في كل مؤسسات الدولة لكن عندما نأتي للقضاء المشهود له بالنزاهة؟ ما هي الآلية؟ ما هو السر الذي حمى القضاء من الفساد؟ طبعا نحن بإزاء شهادات مواطنين يومية يذهبون إلى المؤسسات القضائية ويعانون فيها ما يعانون عند مراجعتهم مؤسسات الدولة الأخرى. المقولة نفسها مزيفة، وهذه ليس لها علاقة بما يريده القائمون على القضاء. نريد نخلي شيء غير فاسد بهذا البلد؟ نريد نتحجج بشيء غير فاسد؟ يعني ممكن يعني ما نقدر نقول انه القضاء غير فاسد بمعنى انه ماكو شيء الركون اليه، لذلك لازم يعني نريد نبقي لنا شويه من راس السمكه، نريد نبقي شويه من راس السمكه.
يعني هذه آمال وأمنيات، بس أيضا محفزة بمواقف سياسية أو دوافع سياسية. لا شيء في الدولة العراقية لا ينخره الفساد بشكل من الأشكال بمستويات مختلفة. أعتقد تسأل أي عراقي أو الأغلبية الساحقة من العراقيين سيقولون لك هذا. أما أنكم مؤسسة استثنت نفسها مؤسسة كبيرة وواسعة، هذا غير مقنع بالنسبة لي، وهذا ما له علاقة بإرادة القائمين على القضاء أو بإرادة المحكمة الاتحادية. هذا واقع اجتماعي يعني، وأصبح مؤسسات عبر زمن طويل. لماذا الساسة يستخدمون هذه العبارة التي قلت إنها مملة وزائدة عن الحاجة؟ أولا إنها ليست حقيقية، هي مزيفة، وثانيا لأسباب سياسية، كثرة الحاجة إلى القضاء. نحن بإزاء أحزاب سياسية متصارعة دائما لم تبني دولة، ودائما تذهب في صراعاتها إلى القضاء من أجل أن يبدي رأيه. احنا وصلنا الى نقطه خطره دكتور، انه وصلنا الى نقطه خطره، انه القوى السياسيه يعني قوى تمتثل نسبيا لقرارات القضاء. خليني اسال استاذ محسن سعدون، يعني هو ذكر انه احنا ما نمتثل لقرارات المحكمه الاتحاديه لانها قرارات اجتهاديه، يعني هذا بمعنى انت تعطي الخيارات لقوى اخرى سياسيه أنه ممكن أيضاً ما تمتثل لقرارات المحكمة الاتحادية. طيب إذا لنفترض جدلاً أنه إحنا ما نثق بقرارات القضاء، خلاص وين نروح؟ غير يعني شنو اللي يضبط إيقاع القوى السياسية؟ شنو اللي يضبط الأزمة الفوضى أستاذ محسن؟ ماكو غير ناخذ اتفقنا يا بقى اتفق؟ يعني حتى تكون بالصورة واضحة، والله بما أنه هذا البرنامجك اليوم هو يتعلق بالمحكمة الاتحادية وبالدستور، حتى نجيب لك مثل. عندما يكون هناك نص بالدستور وعدم تطبيق النص وتذهب المحكمة الاتحادية إلى الاجتهاد، راح أوضح لك هي. شوف التفسير اللي تفسر يعني بحث به رئيس الجمهورية وبين بأنه كيفية استمراره بعد انتهاء المدة شهر هل يعتبر دستوري ولا لا. المحكمة الاتحادية صدرت قرار بأنه يجوز لرئيس الجمهورية، على الرغم بأنه الدستور يقول خلال شهر، المادة 72 يقول خلال شهر بعد أول جلسة من جلسات مجلس النواب ينتخب رئيس الجمهورية. الآن مر 4 أشهر، المحكمة الاتحادية فسرت العبارة باجتهادا، لأن هناك نص بالدستور يقول لك إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية البديل واضح، مادة 75 من الدستور تقول رابعا في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يكون رئيس البرلمان هو يكون رئيسا للجمهورية لحين انتخاب رئيس الجمهورية. هذا النص موجود، المحكمة ذهبت إلى الاجتهاد. الاجتهاد قالت بأنه الخلو ما يشمل حالة انتهاء الصلاحيات الدستورية، وإنما هو الخلو واحد ما يتكرر، يعني سواء هو تمرض ما يقدر يمارس عمله، أو صار عنده حالة معينة لا يستطيع الممارسة، أو انتهت وانتهت مدة الشهر. فلذلك يعني المعنى واضح جدا بأنه المحكمة الاتحادية بتفسيرها لم تطبق المادة 75 من الدستور وذهبت إلى الاجتهاد. هو هذا تفسيري بأنه لا يجوز أن تذهب للاجتهاد وهناك نص دستوري. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا وضحت لك وبينت لك ليش إحنا ما صوتنا في جلسة التعديل اللي حصل على هذه المحكمة في الدورة السابقة، لأنه إحنا عندنا أدلة مادية وقرارات محكمة اتحادية، قلنا لا يجوز التصويت بالأغلبية البسيطة، هذه محكمة اتحادية، هذه محكمة دستورية قراراتها قطعية، وجبنا دليل بأنه قرار صادر من المحكمة في عام 2012 يقول التعديل أو التشريع أي متعلق بالمحكمة الاتحادية يجب أن يكون بالثلثين.
بمعنى العلم البرلمان ذهب وصوت بالأغلبية معلوماتي وكان عدد الحضور 204، فلذلك أكو قضاة من كردستان في هذه المحكمة، ما أعرف أكو قاضي من 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 استاذ خلي احكي لك. احنا ما دام نقاشنا يعني قانوني ودستوري يجب ان نوضح، نعم نوضح كل شيء. انت تدري منو اختار؟ انت كرجل لازم تتابع القانون. اكو قانون رقم 25، قانون تعديل المحكمه الاتحاديه، بفقره كيفيه اختيار اعضاء هذه المحكمه. رئيس مجلس اعضاء اختيار هذه المحكمه جاء باختيار التالي: يتكون من رئيس مجلس القضاء، نعم، ومن رئيس المحكمة الاتحادية، ومن الادعاء العام، ومن الإشراف القضائي، فقط الأربعة. هذا القانون اللي اختاروا هذول الأعضاء. طبعا. في وقتها أستاذ مدحت المحمود، أستاذ مدحت انسحب وقال أني لا أختار ولا أكون بهذه اللجنة، كان خلاف بين وبين أستاذ محسن قضاة اللي اختار المحكمة الاتحادية قضاة. بس اسمح لي، بس أخذ هاي العبارة، خلي هاي العبارة ببالك. ظلوا ثلاثة اللي اختاروا هذه المحكمة: السيد رئيس مجلس القضاء، ورئيس الادعاء العام، ورئيس الجهاز الإشراف القضائي. أنت تدري منو رئيس الإشراف القضائي؟ نفسه القاضي جاسم عبود، هو كان رئيس الإشراف القضائي. طيب مقترحك شنو أستاذ محسن؟ مقترحك منو يختار المحكمة الاتحادية؟ أستاذ نجربان وسيد مقتدى وسيد المالكي؟ لا، احنا نقول المحكمة الاتحادية شنو مقترحك؟ يجب أن يكون تشكيل. لا، هو من أفضل من هؤلاء حتى يختارون المحكمة الاتحادية؟ أستاذ محسن يواش، من أفضل من هؤلاء؟ كل الدول ما يصير إذا مو رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء وجمعية القضاء والقضاء، هذول هم اللي يختارون أحسن القضاء. ما يصير يعني مجلس القضاء بوحده يختار محكمة اتحادية وتكون بهذه الشكلية وقراراتها قطعية. احنا اعتراضاتنا دستورية، احنا اعتراضاتنا قانونية، نريد تكون المحكمة الاتحادية مشرعة وفق المادة 92 من الدستور، كل قراراتها. اني اول المعنيين سوف أطبق قراراتها في إقليم كردستان إذا كانت يعني مشرعة وفق المادة 92 من الدستور. أنه القضاء الآن يعاني من أزمة، بالدليل أنه صدر توضيح أو بيان، وهذا سؤالي للأستاذ مازن الزيدي. أستاذ مازن، شوف الأزمة اللي جاي يعيشها الآن القضاء العراقي، صدر بيان أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية، وأنه يبني قراراته بناء على حيثيات وأدلة كل دعوة. بدأوا يشعرون أنه قراراتهم ما عادت تنال رضا القوى السياسية، انتقادات من أربيل، انتقادات من قوى سياسية مهمة مثل قوى التحالف الثلاثي، السيد مقتدى القبض على هوشيار زيباري لأنه الرجل انتقد. هسه ما أعرف يعني شلون واحد يفرق بين الانتقاد وبين التشكيك وعدم الاحترام، بس قصدي القضاء العراقي بدأ يستشعر أنه هو جاي توجه له سهام وسهام قاسية. أستاذ مازن تفضل. يعني هو الانتقادات من طيف واحد، من طيف سياسي، من تحالف سياسي واحد، مو من عند الجهات. يعني هم التحالف الثلاثي لديهم، قلت لك يعني عندهم شعور بالانتقام من القضاء. اياد علاوي كان ينتقد المحكمة الاتحادية، مقتدى الصدر الان ينتقد المحكمة الاتحادية، هوشيار زيباري ينتقد شلون هسه اياد علاوي يعني يقتنع بالتفسير وراح وما شكك بالقصة، ما شكك بالقصة. فاحنا نتحدث عن طيف سياسي يستهدف القضاء لانه شعر ان برنامجه السياسي تم تقويضه بسبب قرارات قضائية لها وجاهتها. أما الأخ الأستاذ السعدوني يشكك ببعض الأشياء، هذا شأنه ولا يغير من الحقيقة. طبعا هنالك أحاديث كثير حول التعديل وضرورته وشنو مشكلته. يعني هو شنو البديل عن التعديل اللي يتحدث عنه الأستاذ السعدون؟ تبقى أنه المحكمة الاتحادية بدون نصاب ونفوت بأزمة دستورية؟ من الأفضل؟
أعتقد أنه ما قام به القضاء في بتصحيح الأوضاع هو بالاتجاه الصحيح لإنقاذ العراق من الأزمة الدستورية، من الفراغ الدستوري. مهما قيل، طبعا أنت الكتل السياسية ما تعاتب نفسها عن عجزها وفشلها بتشريع قانون المحكمة الاتحادية. استاذ مازن، سياسي بالبلد، ما أعرف أنت جاي تشعر أنه المحكمة الاتحادية دخلتنا بانسداد وسمعتنا وعرفتنا بالثلث المعطل؟ أنا أعتقد ما كنا عارفين الثلث المعطل يا أخي. هذا اكتشاف جديد الثلث المعطل. هسه ما حد سأل عن هذا الموضوع. لا، ما حد سأل عن هذا الموضوع. لم يكن محل ابتلاء يا أستاذ عدنان. ما حد كانت الأمور تجري ضمن صفقة واحدة. رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. أنت مصدق بهيج قصة؟ يعني المحكمة الاتحادية أستاذ مازن، المحكمة الاتحادية كانت ساكتة طيلة هذه السنوات. من نسألهم منين جبتوا بالثلث المعطل؟ يقولون ما حد كان يسألنا. البلد كان يمشي بفوضى، كان يمشي بواحد يضرب الثاني. لا، هو هذا سيستم القضاء. لا يفتي إلا أن يطلب منه الفتوى، يعني هاي معروفة، وأنت رجل قانون أيضا. يعني هو هذا سيستم القضاء، أنه لا يفتي طيب إلا بعد أن يستفتى. يعني ممكن مشكلتك أنت ليش ما اوكي برايك ممكن الان السيستم القضاء العراقي لديه مخرج قانوني لهذه الازمه وساكت ينتظر انه احنا نقول له وين هو البلد راح يضيع. البلد راح يضيع. يقولون ما السياسيه القضاء وظيفته تفسير وتوضيح بعض النصوص وحل الخصومات والنزاعات. طيب، بين السلطات الاقليم والمحافظات. أنا أعتقد أنه أننا أمام أزمة سياسية سببها تسييس الذي يراد منه زج القضاء به. يعني هاي القوى السياسية شعرت أنها فشلت في مشروعها وتريد أن تضغط على القضاء وتمارس إرهابا ممنهجا على القضاء لتحقيق هدفها، لتحقيق استحواذ على القضاء. شنو اعتراضك أستاذ عقيل؟ شفتك تهز براسك. أنا أقول إنه إحنا أمام طيف سياسي يريد الاستحواذ ليس على السلطة وليس على البرلمان، يريد الاستحواذ حتى طيب على القضاء. أستاذ عقيل، خطورة. خلينا نأخذ مداخلة أستاذ عقيل، عنده احتراف، تفضل. أي يعني نقاط كثيرة، بس أتوقف عند النقطة الأخيرة. الأستاذ عبد المحسن الساعدون أشار إلى نقطة مهمة كنت أتمنى أن يطورها بخصوص هذه المحكمة الاتحادية. هذه المحكمة الاتحادية الحالية لم ينص عليها الدستور، بمعنى هي ليست دستورية، لأنها تشكلت في 2005 قرار 30 في عهد السيد عياد علاوي، بدأها السيد بريمر، وليس في مدحت في القرار الأصلي. لو تسمح لي هذه نقطة شوية فيها غموض. وليس في القرار الأصلي الذي مرر في الشهر الثالث 2005 أن من صلاحيات هذه المحكمة أن تصادق على الانتخابات أو أن تفسر الدستور. لم يكن هناك دستور. لما شرع الدستور بعدها بسبعة أشهر وصوت عليها المادة 92 تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان. هذه المحكمة لم تتشكل بشكل أوتوماتيكي، يعني هذا جزء من الصفقات السياسية بين الأحزاب، ترقيع الأشياء وليس حل المشاكل مؤسساتيا. منحت المحكمة الحالية حق تفسير الدستور وحق المصادقة في الانتخابات، وصوت عليه البرلمان في 2021 لأنهم احتاجوا أن يعني بعد أنه وفاة أو تقاعد بعض القضاة، احتاجوا أنه تصوت، أنه المحكمة توافق على الانتخابات، تصادق عليها، وأيضا التفسيرات الدستورية. لاحظ من 2005 إلى 2021 نص القانون الذي تشكلت بخصوصه على أساسه المحكمة الحالية وليس فيه تفسير الدستور، منذ 2005 إلى 2021 هي تفسر الدستور، ولا أصل دستوري برلماني قانوني لهذا الموضوع. انظر لنص قرار 30/2005. كانت هناك الجمعية الوطنية وكنا في فترة انتقالية ذاهبين إلى الدستور. هذا بسبب فشل الأحزاب السياسية في أن هذه الأحزاب شوف لا تتنازل فيما بينها من أجل بناء المؤسسات. يعني قصدك من 2005 لحد 2021 إحنا ما كانت عندنا محكمة دستورية لتفسير النصوص، ولحد الآن ليست، ولحد الآن لأنه
مو هاي محكمة. المادة 92، المادة 92 واضحة جدا تقول تتشكل محكمة دستورية تنظر بدستورية القوانين ويصوت عليها ثلثاء أعضاء مجلس النواب. هذا لم يحدث. الذي عملوه في 21 تعديل ومرر بالأغلبية وليس إنشاء محكمة. نص دستوري واضح، يعني أعتقد أي اثنين يعني يتابعون القوانين العراقية يعني يدركان هذا. فهذا جزء من الترقيع، بالتالي الترقيع الذي تلجأ له الأحزاب وترفض إيجاد حلول مؤسساتية، ترفض أن تتنازل فيما بينها من أجل بناء المؤسسات، لكنها تتنازل عندما تعقد صفقاتها ثم تأتي وتمررها عبر البرلمان وعبر القانون. النقطة الثانية وربما يعني هذا سأخذ فيها عدد من قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، أنا أعتقد هي قرارات صحيحة بالمناسبة، قرارها بخصوص نفط الإقليم قرار صحيح. المشكلة التوقيت، المشكلة التوقيت، توقيت يبدو سياسيا، لكن الإشكالية الأكبر هو الثلث المعطل. هذه القراءة للدستور تنسف أصل الديمقراطية وتناقض الدستور. الدستور لدينا ثلاث مواد أساسية أتصور أنه غير قابلة للتعديل لدورتين برلمانيتين. واحدة منها أنه الإسلام يعني لا يشرع قانون يناقض الإسلام، ولا يشرع قانون يناقض مبادئ الديمقراطية. ما وفي أكثر من موضع لدينا في الدستور نظام ديمقراطي. ما هو التعريف البسيط والبديهي للديمقراطية؟ حكم الأغلبية. الأغلبية تعني النصف زائد واحد اللي هي الأغلبية المطلقة. ما هو قرار المحكمة الاتحادية؟ لا، الأغلبية أغلبية الثلثين. بمعنى عمليا هي أوقفت حكم الأغلبية، هذا القرار أوقف حكم الأغلبية الذي هو حق، وأعطت للأقلية امتياز أن تمنع الأغلبية من تشكيل الحكومة. لاحظ كل التراث الديمقراطي، كل الدول الديمقراطية، كل الدول الديمقراطية، وبإمكانك أن تذهب وتعدها واحدا واحدا، لما استخدمت كلمة الديمقراطية في الدستور العراقي هي تتحدث عن مبادئ راسخة وواضحة في السلوك وفي السنن الدولية. العراق لم يخترع الديمقراطية، أخذها من الآخرين. تشكيل الحكومة النصف زائد واحد، للأقلية تمنح امتيازات معينة بعدم السماح بمرور قوانين معينة إلا بأغلبية الثلثين. هذا صحيح، لكن ليس منع تشكيل الحكومة. فهي القراءة نفسها، التفسير هو اجتهاد إزاء النص. النص الواضح الديمقراطية تعني حكم الأغلبية، أمر مفروغ منه. هذا أولا. ثانيا، قرار المحكمة الاتحادية في 2007 بخصوص النصاب يخالف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النصاب في شهر شباط يعني هذا العام. تناقض. أولا، لماذا إعادة تفسير المفسر؟ فسرت المحكمة الاتحادية في 2007 على أساس سؤال لمجلس النواب قضية النصاب، وقالت وقرارها صحيح حينها أنه النصابات ترتبط بأهمية المسألة، أهمية الموضوع، وقالت أنه النصاب انتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة يعني النصف زائد واحد، والإطاحة به هي النصف زائد واحد. احنا امام قضية استاذ. طيب سؤال فقط، سؤال اخير، ايها اهم، منصب رئيس الجمهورية لو منصب رئيس الوزراء؟ والقرار يقول رتبها الدستور حسب الاهمية، فاعطى القضايا ذات الاهمية الاكبر اعطاها نصابا اكبر. لا لا، هاي طيب. مو بهالشكل تقاس الامور، يعني اكو يعني تتابع، لازم لازم رئيس. بس اسال، يعني احنا الان عندنا تشكيك وعندنا موقف او بيان قضائي استاذ محسن سعدون يدفع عن نفسه، يدافع عن نفسه، هو موقف مجلس القضاء الأعلى أنه إحنا مو جزء من هذا الصراع السياسي، ابعدونا، كل قضية لها حيثياتها وأدلتها. و يعني هم قد يعني لا تكون، لا هذا السؤال الأستاذ محسن، يعني عندما يعني عندما ينسجم قرار المحكمة مع جهة سياسية تتم الإشادة به، وعندما يكون بالضد يتم انتقاده، طيب إلى متى؟ وبعدين أنا مثل ما ذكرت لك، إحنا لازم نبقي على باقية في هذه الدولة. إذا شككنا بالقضاء بما ننثق بعد بمجلس النواب لو بالحكومة؟ أستاذ محسن تفضل. أنا حتى أكون أجاوبك قبل الإجابة، يعني الأخ مازن والأخ أستاذ عقيل هو أكاديمي ورجل قانون وأستاذ جامعي،
احنا عندما نقول بأنه لم نصوت على هذه المحكمة في 2021 بمجلس النواب ككتلة سياسية، كان هو سبب دستوري وسبب قانوني، لأنه هذه المحكمة تشكلت مثل ما قال أستاذ عقيل لأول مرة بعد 2005، فلهذا تشكيلها والتصويت عليها بالأغلبية البسيطة يخالف نص أنا قلت لك، ويريد أني راح أرسل لك قرار محكمة اتحادية في 2012 يقول لا يجوز التصويت على تعديل وأي تشريع إلا بالثلثين فيما يخص المحكمة الاتحادية. هذا من جانب، احنا خلي نكون جانب الآخر. حتى من الكتل اللي معلوماتك، من الكتل اللي مررت المحكمة الاتحادية الحالية؟ صدرين كانوا موجودين؟ والله كانت في وقتها هم صوتوا، كانت الجلسة ساعة واحدة بالليل، وإحنا عندنا اعتراضاتنا الدستورية، نحترم المحكمة، ولكن إحنا لازم نفسر ونبين للمحكمة الاتحادية لماذا لم نصوت. أنتوا ما كنتوا حاضرين؟ نعم. من اللي كان حاضر؟ الصدريين كانوا حاضرين بهذه الجلسة؟ حتى بقية لو الكتل حاضرين بس بالأغلبية، مو بالثلث. بقية الكتل حاضرين، حتى نكون يعني أنطفت صورة أخرى لقانون النفط والغاز. المحكمة الاتحادية الحالية والقبلها صلاحياتها وفق المادة 93 الرقابة الدستورية والتفسير وحل الإشكالات والمصادقة، ما بها نقل مادة دستورية إلى جهة مادة أخرى. شوف أستاذ عقيل، خلي يكون يعني خلي هو يجاوبني بعدين. شوف الصلاحيات الحصرية الموجودة بالدستور العراقي في المادة 110، النفط والغاز مو من هذه الصلاحيات. لو النفط والغاز من هذه الصلاحيات، لا والله قرار المحكمة الاتحادية يرحب به في إقليم كردستان. ولكن النفط والغاز يا أخي جاء بالدستور بالمادة 111 و112، هذه تعتبر هي من المواد يعني المشاركة بين الأقاليم والمحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية، وهذه تحلها المادة 115. المحكمة الاتحادية الحالية نقلت المادة 111 و112 إلى خانة المادة السلطات الحصرية وصدرت قرار ضد إقليم كردستان. هو هذا إحنا من الناحية الدستورية والقانونية عندما ناقش قرارات المحكمة نناقشها، ما هي يعني حديث سياسي، احنا بدنا نقول اكو نصوص دستورية ورقابة دستورية. فلذلك نتأمل هو موضوع الآن بأن المحكمة الاتحادية يعني ممكن انه نعمل حلقة خاصة حول هذا بس انت ذاكرتك ما تسعفك بمن من الكتل اللي صوتت على المحكمة الاتحادية، ما تسعفك هاي بالوحدة بالليل يعني وذا بالوحدة بالليل ما تذكر؟ الصدرين كانوا موجودين، دولة في وقتها كان موجود. يعني في وقتها كان، أنت تدري الانتخابات قربت والمجلس النواب حل كان يريد يحل نفسه، وقالوا بأنه ماكو محكمة وخلاف موجود بين المحكمة ومجلس القضاء استمر سنة، فلذلك عليكم تصوتون. صح غلط التصويت صار لأنه قالوا حتى تصير الانتخابات. المحكمة الاتحادية الحالية احنا لنا جانب دستوري عندما نتكلم عنها. ذكرتها يعني كان انه لازم يعني يتم التصويت على المحكمة حتى المحكمة هي اللي تصادق على الانتخاب، ذكرتها. شاش اقول الان سائرون موجودين، قرار واخر تفسير للمحكمة الاتحادية قالت سائرون كانوا موجودين. استاذ محسن سائرون كانوا موجودين؟ لا اي منو موجود؟ سائرون الحزب الديمقراطي ما موجود. انتم ما موجودين بس سائرون كانوا حاضرين ومن ما ادري بوقتها. انا من سنة 2018 يعني لا هسه انا مو نايب لحد الان. افتهمك استاذنا، بس انا هسه يعني بس تسمح لي حتى تكون بالصورة واضحة. نعم. اخر تفسير للمحكمة الاتحادية بالنسبة بالقانون الامن الغذائي
قالوا لا يجوز للبرلمان أن يشرع قوانين وأن يعين الدرجات العليا والاستجوابات. يعني الآن البرلمان مجمد، الآن دور البرلمان أصبح للتفسير الأخير للمحكمة الاتحادية دور مجمد، لا يقدر يشرع، لا يقدر يراقب، لا يقدر يحاسب. فلهذه هذه مشاكلنا، يعني من عدا المشاكل السياسية احنا في مشاكل أخرى تشريعية تنفيذية. فلذلك يتأمل بأنه تتصحح كل هذه الأمور في آن واحد ونكون احنا نبدي بخطوات جديدة لإصلاح كل المؤسسات الدولة. بس خليني أسأل أستاذ مازن الزيدي، يعني في تغريدة لك أستاذ مازن ذكرت أنه محاولات الترهيب والضغوط التي يمارسها التيار بشكل علني ضد القضاء تمثل سابقة خطيرة جدا. هاي تغريدة لك، انطيني نماذج، انطيني نماذج من تهديد التيار وترهيبه للقضاء والقضاة، يعني غير التغريدة هاي. قبل لا أجاوب عليه غير التغريدة، بس خلي تعليقين سريعات على ما تفضل به الأساتذة. ما يتعلق بحديث الدكتور عقيل عن أن الديمقراطية حكم الأغلبية بالعراق، هذا غير موجود. الدستور العراقي يعطي 3 محافظات حق النقض على قرار الأغلبية. المادة الدستورية اللي تتعلق بالكتلة الأكبر يقول التي تتكون في البرلمان في الجلسة الأولى وليس الفائز الأول. إذن هنالك بذرة توافق ماكو بالعراق، بالعراق ماكو شيء اسمه ديمقراطية الأغلبية، وإلا إحنا جايين نشوف أنه أصلا هنالك فيتو الأقلية على الأغلبية سواء كان السياسية أو الاجتماعية. هذا أولا. فيما يتعلق بحديث الأستاذ يعني السعدون، يعني تريد تقول أنه ديمقراطية توافقية بالعراق، هذا هو، هذا الدستور نهالشكل. يعني إذا تريد تعدل الدستور عندك فيتو مال 2/3 وهكذا. ما يتعلق بحديث السيد السعدون حول قانون النفط والغاز، هم الإقليم أصلا هم ما ملتزمين بالقانون وبالدستور، بس لأنه الأمر تعلق بالنفط والغاز صوبوا نيرانهم على القضاء. يعني يقول الأستاذ، يقول أن النفط والغاز ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية. إذا مش بقينا للمحكمة الاتحادية، هو أساس الخلاف بين الإقليم وبغداد هي قصة النفط والغاز والثروات، ما عداها ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة على لبن أربيل أو كباب سليمانية. المشكلة الأساس حول تقاسم الثروات. وحتى في هذا الموضوع، حتى هذا الموضوع أنا أختلف مع الأستاذ سعدون. الصلاحيات اللي يتحدث عنها بالمادة الدستورية تقول التطوير والإدارة، أما التصدير ما يقول. التصدير حق حصري، ما يقوم به الإخوان هو تهريب، هو تعامل بشكل غير مسبوق وغير موجود في أي بلد. أنا أعتقد أنه الإخوان يمارسون تضليل وتزييف للحقائق، لأن الموضوع لم يصب في صالحهم خصوصا فيما يتعلق بالنفط والغاز. يعني إذا انفرد الأخوة بالنفط والغاز، ماذا تبقى من علاقة بغداد وأربيل؟ بس وهي أصلا بس ما موجودة قصة بحكم الأموال والموارد اللي عندهم. التنظير لقصة الديمقراطية التوافقية، هذا تجريد للشيعة من حظوظهم كأكثرية في هذا البلد. يعني أنت صرت منظر لهذا الشيء، وهو الحاصل، وهو الحاصل، وهو الحاصل، وهو الحاصل. الأغلبية الاجتماعية الشيعية محظور عليها بحكم دستور بريمر والدستور العراقي من ممارسة حقها. في كل العالم الأغلبية الاجتماعية وما ينتج عنها من أغلبية سياسية هي التي تحكم. ليش أنت تشوف الأغلبية الاجتماعية ممثلة في القرار السياسي؟ الهوية الهوية الدولة تمثل الشيعة أنا ما تمثل. قاعدين هواية، شو وقت كانت الأغلبية الاجتماعية نحكي بيها؟ احكي لي شنو يعني؟ شو وقت احنا وياك، انا وياك باقي لا، شو وقت الاغلبيه الاجتماعيه، شو وقت انطرقت؟ انا اقول رد، هسه الحكيم ذكر على الدكتور عقيل. دكتور عقيل، لا قصدي لا 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 عزيزي، هذا بحث من زمان موجود. ممكن ارد؟ لا لا، حق المكون الاجتماعي الاكبر. ايش وقت، ايش وقت هسه طلعت النار؟ السيد الحكيم، السيد الحكيم، الله يطول عمرك سيدنا. شوف، الله يطول عمرك سيد عمار، انطيني وقت، انطيني وقت حلا اشرح لك. انطيني وقت حل اشرح لك هذه على السريع. القصة كالتالي، ان ما تحقق في العراق للشيعة لأول مرة هم يكونون على رأس السلطة،
هم من يصلون إلى السلطة ولديهم السلطة التنفيذية لأول مرة في تاريخهم. الآن البعض يريد عبر تفسيرات للدستور أن يلتف على هذا الموضوع، وهذا سبب الأزمة. يعني الشيعة يقولون لن نفرط بهذا الإنجاز لأننا الكتلة الأكبر اجتماعيا. الدستور لا يعطي الحق للمكون الأكبر في ممارسة حقه في صناعة هويته، في جاوبني على تغريدة خيارات الدولة. عندك نماذج للتهديدات؟ نرجع للتهديدات. نعم نعم طبعا طبعا طبعا. يعني عندما يظهر السيد مقتدى الصدر بخطاب ناري ينتقد ويخون بخصومه السياسيين ويثني على القضاء، بالتالي السيد مقتدى يعني كلامه مو اعتباطي، وشفنا هذا الامر تحول الى تهديدات وتظاهرات وطعن على على يعني على على السوشيال ميديا. هنالك اتهامات وطعن في شخص رئيس مجلس القضاء، واللي هو احنا ما لنا علاقه به. يعني الاخ الاستاذ عباس حكي عن القضاء، احنا نتحدث عن المحكمة. هذا موقف حالي ايضا ما لنا علاقه بالقضاء. استاذ مازن، اي موقف سابق للسيد مقتدى ما عنده تهديد الاخر؟ لا لا، اقول لك هذا يعني قصدي هذا اذا وضعنا موقف السيد مقتدى مع موقف النائبه مها الدوري التي كشفت عن جهلها بالدستور وجهلها بالنظام السياسي وجهلها بألف باء الفصل بين السلطات، تقول انه احنا برلمان ونحن لنا السلطه العليا، هذا كلام حديث في تسميه كل شيء، هذا ما معقوله. لا لا، يعني لا، اي اي اي, أي شيء سابق لهذا الكلام ما موجود، اي محاوله ترهيب تتحدث بها سابقا مكان. يعني قصدي لا هو هذا، هو هذا مترهيب، هذا طيب. هذا مترهيب. ايضا الجيوش الالكترونيه التابعه للتيار مارست هجمات ممنهجه على القضاء وعلى شخص السيد القاضي فايق زيدان وعلى المحكمه الاتحاديه. أذكر شيء بس يا واش، استاذ مازن سني ارجوك، رئيسها سني بال 2015، هذا سؤالي للاستاذ عقيل في مقابلة مع الحرة الحاج هادي العامري مع زمين رائع أستاذ سعدون محسن ضمد، قال القوى السياسية يعني هل تتعرض القضاء إلى تهديد؟ جاوب الحاج هادي العامري ابن أم الما يخضع للتهديد. يعني هذا مقطع مشهور، يعني القضاء خضع سابقا للتهديد، شلون نطمئن أنه القضاء حالياً لا يخضع للتهديد؟ الأشياء مسيسة في العراق أعتقد. يعني السيد العامري معروف بصراحته، يعني تتفق معه وتختلف لكنه هو الرجل معروف بصراحته. القضاء أو لنقل المحكمة الاتحادية يعني عموماً منذ 2010 يتقف مع القوى المهيمنة، قضية السيد عياد علاوي، قضية 2011 لما أصدرت قرارها بخصوص الهيئات المستقلة ونزعت استقلالها يعني عبر تخريجة غير مقنعة. موقفها من نتائج الانتخابات دكتور عباس، دكتور عقيل، موقف المحكمة الاتحادية من نتائج الانتخابات الأخيرة هم أيضا كانت مع السلطة؟ ممكن أكمل؟ أوكي. بشكل عام يعني موقف المحكمة الاتحادية على مدى فترة طويلة هو كان مع القوى المهيمنة، أنا لم أقل مع السلطة، مع القوى المهيمنة. يعني فقط ردود سريعة، حق الدستور العراقي لا علاقة له بالتوافقية، يشير إلى حكم الأغلبية بشكل واضح، والممارسة منذ 2005، حكومة 2005 و2010 و2014 و2018 الأغلبية، ولا يوجد شيء اسمه حق المكون ولا يوجد شيء اسمه الأغلبية الاجتماعية. الأمثلة التي يعني ضيفك الكريم الأستاذ مازن أشار إليها بخصوص الدستور، هذا لا يتعارض مع حق الأغلبية في الحكم. حق الأغلبية في الحكم ديمقراطيا محدد، وهو حق تشكيل الحكومة وليس إمرار كل القرارات والقوانين التي تريدها الحكومة، لكن وجود حكومة. شكرا جزيلا أستاذ عقيل عباس، آسف جدا آسف جدا، يعني غبنتك بالوقت، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي. أنا مغبون بهذه القناة. لا 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 تقول بهاي الطريقه، لا ابدا والله، انت محل احترام وتعزيز وتقدير. هاي القناه تحبك يعني ضوجتني هوايه، لك مكانة خاصة.
أشكر أستاذ مازن الزيدي كاتب وصحفي، وأيضا شكري للأستاذ محسن سعدون قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. ما خليتنا نجاوب. شو القصة؟ شو طلعتوا كلكم مغبونين؟ يا واش اعطوني مجالي شوي بس خليني. أنا مغبون وياهم. أي لا لا أي بس أقول إنه يعني هذا البلد لا أغلبية اجتماعية شيعية ولا أغلبية اجتماعية سنية. العراقيين يريدون سعادة، يريدون يتنفسون. خلي نروح السؤال، ماكو أغلبية بهاي الطريقة الاجتماعية اللي يتحدث بها بعض؟ هل القضاء في العراق مستقل عن السياسة أم متورط فيها وكيف؟ وانتوا أي أغلبية اجتماعية شيعية سنية كردية هم جاوبوا على هيش قصة. شكرا لكم والملتقى يوم غد.